تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج مستمعينا ومشاهدينا نقدم لكم إن شاء الله المعلومة الصحية التي نصل بها من خلال هذه المعلومات إلى نمط الحياة الصحي اللي نرجوه للجميع. في البداية نرحب بفريق العمل معنا في إعداد هذه الحلقة، الأخ يوسف سعد، وأيضا في التنسيق ميرا الخفلي، صبحت الله بالخير، وأيضا في الإخراج والقواسمة وفي التقديم تشاركني الدكتورة ندى الملدة، صبحت الله بالخير دكتورة. شكرا شكرا، صباح الورد وصباح الجمال، صباح الاثنين الجميل، صباح عليكم بالخير. فاليوم الجميل، ويعني أهنيكم بقرب حلو شهر رمضان المبارك إن شاء الله، يا الأربعاء يا الخميس بيكون إن شاء الله رمضان، فنستعد له إن شاء الله من الحين ونخطط وجباتنا. أول شيء بذكركم بأرقام التواصل عقب أعطيكم نصيحة عشان رمضان. ليش الأربعاء والخميس؟ هي أربعاء أو خميس رمضان بيكون، ليش مو بالجمعة؟ لا شهر شعبان 31 يوم، لا بس يوم الجمعة أكيد رمضان. لا هي صح. انزين أرقام التواصل 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006. قبل ما نقول دراستنا، بما أن رمضان جاي، أنا أدري الأمهات يصيبهم حماس أن لازم تجهز لستها الطول لفطور أول يوم رمضان. يا أمهات، أول شيء خططي لوجبات رمضان وأنتي شبعانة مو بأنتي يعانة، يعني اليوم عقب الغداء خططي شو بتاكلون ولا تكثرون من الأكل، وخططي حتى لمشترياتك خلال الشهر، ترى شو تشترين ينعكس على صحة أسرتك. فرح نكلمكم إن شاء الله طول شهر رمضان كيف تخططين لوجباتك عشان ما العيد تنفجعون بالوزن وفستان العيد ما يدش. لا، نبغى نوصل العيد وإحنا مثل ما دخلنا رمضان وزننا نفس ما هو، ما تينا أمراض، ما تينا مشاكل ركب، ما يزيد وزننا وايد، وبالتالي نندم على ما تناولناه خلال الفطور. طيب نقرأ دراسة. شكرا شكرا. أعلن علماء من معهد سالكا في لاهوي بالولايات المتحدة أن تناول جرعات كبيرة من فيتامين دال والتي تعزز فعالياته من خلال البنكرياس يشفي من النوع الثاني من مرض السكري. يقول العالم رونالد إيفانز في مقاله المنشور في مجلة سيل: نعلم أن الالتهابات تلعب دورا أساسيا في تطور السكري، وقد أظهرت دراستنا أن فيتامين دال ومستقبلات الخلايا التي تستجيب لجزئياته مرتبطة بالتهاب الخلايا، خلايا بيتا في البنكرياس. واتضح من تجارب أجريت على الفئران المخبرية أن أحد الأسباب الرئيسية لتطور السكري هو تراكم الدهون حول البنكرياس وتطور الالتهابات التي تغير عمل خلايا بيتا المنتجة لهرمون الإنسولين وجعلها تنتج كمية أقل من المطلوب. زرع علماء الأحياء مستعمرة صغيرة من خلايا البيتا في المختبر وراقبوا سلاسل الجينات التي تفاعلت مع جزئيات فيتامين دال، واتضح لهم أن الفيتامين يتحكم بعمل سلسلتين من الجينات التي لها علاقة بالالتهابات ولها علاقة بالالتهابات وحماية الخلية من تلف منطقتين في الحمض النووي يسمونه BRD7 وBRD9 اللي تعمل بصورة متعاكسة. الأولى تتفاعل مع إشارات مستقبلات الخلايا، والBRD9 تكبحها. إنزين، طبعا من خلال هذا الاكتشاف يأمل العلماء أن يبدأ قريبا اختبار هذه الطريقة سريريا لمعرفة فعاليتها في علاج الإنسان والتأكد من عدم وجود آثار جانبية خطيرة له. اكتشاف رائع كبير، ممكن ان شاء الله يعني
يكون بداية لعلاج نهائي. سكر النوع الثاني, مو بالأول, الثاني. يعني هالاكتشاف إن شاء الله إلى أن يخرج بالمختبر ويطبقونه في على الناس. نعم. ونبدأ الناس يعني نوصفه كعلاج. طبعا السكر النوع الثاني كلنا نعرف أن نمط الحياة عندنا يلعب الدور الأساسي. أقول لك شيء, المفروض أني أنا ما أقول على الإذاعة, ولكن يعني في أكثر من دراسات غير منشورة طلعت عليها, يعني إن شاء الله قريبا يقولون والعهدة على القائل مو على محمود أبدا. زين, أن في العالم بيشهد علاج قريب للسكري, علاج نهائي للسكري إن شاء الله. هذا ما نأمله. يعني في العلماء كانوا دائما يقولون إن ما في إن شاء الله إن شاء الله مرض. تعرفون نفس الإنفلونزا في الخمسينات من القرن كان يقتل الناس, وكان يعني الناس تموت منه, والحين الحمد لله يأتي الإنفلونزا وتروح والناس تعيش. حتى كثيرين من الأمراض شل الأطفال وغيره وغيره. ففي دراسات تقول إن أمراض المزمنة نفس السكر, ارتفاع الكوليسترول وغيرها, راح يكون الأمراض العادية تتعالج بحبة دوائية وعلاج معين, والناس تعيش بحياتها بشكل طبيعي. ولكن أنا كشخص عادي, إذا أنا شليت العامل الوراثي أو الاحتمال الجيني أنا ممكن يجيني سكر, 70-80% بإيدي يا جماعة الإصابة بالسكر. الناس للأسف تقول لك الوقاية دائما. الوقاية. إحنا يجونا مرضى في العيادة يقول لك أنا أمي وأبوي كلهم عندهم سكر, فأنا بيني ليش أحاسب, عادي أخشي ترى بيني. لا, مو ضروري. وحتى إذا الله كاتب لك إنه هو يجيك, ممكن أنا أخر للسن متأخر, ما يجيك مثلا في الثلاثينات أو في الأربعينات. ترى يا جماعة ليش إحنا دائما ركز على هالنقطة, كل ما أصبت بالسكري في سن أبكر كل ما كنت عرضة للإصابة بمضاعفات السكري في سن أكبر. لأن حتى مع التحكم الأمثل بالسكر لا يزال ارتفاعات السكر البسيطة ممكن تأثر على أعضاء الجسم. فحاسبوا على نفسكم, لاحظوا وانتبهوا للأشياء اللي أنتوا تاكلونها, رقم واحد. رقم اثنين, اتبعوا نظام رياضة. ما بقول رياضة معنا اشتركوا في جيم أو اشتروا سيكل. في ناس دائما تفكر لما دكتور يقول سووا رياضة مع لازم تصرف بيزات. حركوا ريولكم فقط, امشوا نص ساعة في اليوم. سيكل شو الحين ما يكلف شيء. ما يعني الفكرة تقول سيكل, تقول دكتورة ما عندي حوش. امش, مو لازم يكون عندك حوش عود. امش, هي حق السيكل. وين بتسوي لا سيكل الثابت قصدك؟ ايه. ثابت محمود للأسف في وقت دراسات تقول ما يحرق. لا أنا مو قصدي ثابت, قصدي اللي الواحد يطلع وهذا ليش في الحوش يسوي سيكل؟ اي والله وصلت. ليش ما يسوون برع؟ ما اعرف ليش اللي ما تحب تسوي برع. ما تستحي يمكن. بس كيفك انت روحك تتخيلين الموقف وتسوين شو اسمه, الناس تقول ما في عندي حوش حق السيكل. المفروض سيروا برع. منو هذا اللي قال لك ما عندي حوش حق السيكل؟ ما نطلع فاصل لحظه. لا اعرف منو. منو بعض الناس, بعضنا وايد ناس يعني قالوا لك عن الحوش. بعض قليل من الناس قالوا. في قليل يعني أكثر من واحد, أكثر من واحدة عفوا, صح. فامشوا بس حركوا ريولكم فقط, ما يبغى له شيء. أهم شيء أداء رياضي. أنا أبغي أتخيل يا جماعة الحوش وسيكل. ما عندي حوش أسوق في سيكل. ليش ما تحتاج حوش حق السيكل؟ وين بتسوق السيكل مثلا؟ في صالة بيتكم؟ ما في مكان. ليش في البيت اصلا سيكم سواي الواحد يطلع على يعني مكان؟ انا عندي سكر اسوق في حوش البيت. ها انت اللي قليل من الناس, ها اللي ابغى اوصل له. زين خلينا نطلع فاصل, بعد الفاصل مستمعي اتواصل معاكم. الله يخليكم, اللي عنده اي موضوع ولا عنده اي مداخله ولا يبغي يستفسر عن شيء ولا عنده اي ملاحظه على اي خدمات هيئه الصحه بدبي او المستشفيات اللي موجوده في اماره دبي, يعني ممكن انه يحسن من خدماتنا بشكل او باخر, او انه ممكن يضيف لنا موضوع الناس يستفيدون منه, فاتصلوا فينا على ارقام التواصل اللي هي 6-00-55-1414 أو طرشونا رسالة على 4006. طيب البث المباشر خلص, ترى تقولكم ميرا خلص البث المباشر. زين فاصل ونرجع الحوش, نرجع البرنامج. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام, حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام
وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. طيب البارحة كان في خبر جميل حق الطاقم التمريضي في هيئة الصحة. إنزين فكان يعني الهيئة احتفلت بطواقمها التمريضية ضمن احتفالات اليوم العالمي للتمريض، وأكدت أنها تقدر الدور البالغ الذي يقوم به جميع المنتسبين لهذه المهنة الإنسانية. طبعا كانت هناك رسالة موجهة من معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي للممرضات والممرضين، قال فيها: لا يسعنا ونحن نواصل الاحتفاء باليوم العالمي للتمريض إلا أن نعرب عن كامل اعتزازنا وتقديرنا لكل ممرض وممرضة من أسرة هيئة الصحة بدبي، شاكرين لهم جميعا تفانيهم في أداء رسالتهم وحرصهم على توفير كل سبل الراحة والسعادة للمرضى وكافة المتعاملين مع مستشفياتنا ومراكزنا الصحية وعياداتنا الطبية. وأيضا خلال اللقاء اللي جمعه مع الممرضين وممرضات صحة دبي، أعلن معاليه عن تخصيص يوم سعادة لجميع الممرضين من أفراد أسرة الهيئة، عرفانا بدورهم الحيوي في المنظومة الصحية وتحفيزا لهم على تحقيق المزيد من البذل والعطاء، كما أعلن أن المرحلة المقبلة إن شاء الله ستشهد تطورا لافتا على مستوى التمريض وفي مختلف المسارات، يعني الوظيفية، المهنية، التدريبية، التحفيزية. وأكد أن أفراد أسرة الهيئة من طاقم التمريض هذيلا يعملون ليل ونهار وفي دوامات مختلفة ويتفانون في عملهم من أجل التخفيف عن المرضى وسعادتهم، وهذا الشيء يعني يستحق التقدير. أكيد يوم سعادة جميل، يعطونهم يوم للسعادة، يستاهلون والله. وإحنا في الهيئة حتى عندنا ساعات السعادة بعد، إذا المدير حاب راضي عليك سويت انت مثلا انجزت شيء مميز ممكن يعطيك ساعات سعاده تروح البيت من وقت، خصوصا لو صادف يوم خميس يكون ها مديرك وايد راضي عليك. كم ساعه سعاده حصلتي؟ حصلت مره بس مره، تعرف يعني انت ما شاء الله ايامك كلها سعاده. نحن كلها يعني ساعات الانسان هو مصدر للسعاده، يعني ما يترى ساعات السعاده، بس لو تعطوني ما عندي مشكله. انزين صباح الخير، ليش السيكل والتريدميل الثابت مش مفيد دكتورة ندى؟ التريدميل مفيد، السيكل الثابت في دراسات قالت انه ما يساعد في حرق السعرات الحرارية بشكل جيد، السيكل الهوائي افضل منه. التريدميل جيد. كيف؟ شو كيف؟ كيف ما يساعد في حرق كان يقولون كان في دراسات طالعة عنه، ولكن في النهاية هي رياضة، انت لو تمارسها بشكل سليم اتوقع رح توصل لهدفك مهما كان. لكن يا جماعة هاي نقطة ما علي الحين الواحد دكتورة اذا يستخدم مثلا بقول مثلا يركض على الجهاز 4 كيلو كم إيه؟ سعره حراريه يحرق؟ لا التريدميل زين، انا قاعد اقول تريدميل ما عليه الحين كم سعره حراريه يحرق؟ ما اعرف كم سعره حراري، ما اعرف كم يحرق. زين ما نقول ما بين 300 لين 500 سعره حراريه ممكن غرشه بيبسي غرشه مشروبات غازيه يعني كميه السكر اللي فيها صح ولا؟ اكيد صح. زين السيكل نفس الشيء، يعني انت مو بيا تحرق سعرات حراريه على كذا. ترى الفكره الغلط في يعني منظومه الرياضه زين من غير نظام غذائي او العكس بالضبط، ومن غير يا جماعه نقطه وايد مهمه التحميه. في ناس يو على طول ركبوا على التريدميل وسووا رياضه وبعد فتره عندهم شد في العضلات وعندهم تمزق. لا التريدميل ترى هذه تحميه يعتمد على اذا بطيء هي تحمون، فلازم تحمون. تعرفون كيف متى تعرفون انتم جاهزين الحين للرياضه؟ ان انتم حميتوا بطريقه صحيحه، لازم دقات قلبكم تكون زادت ونفسكم صار عميق، بديتوا يعني شويه تلهثون، معناه ان تحميتكم صارت جيده. اما ان انت تسوي تحميه وبعدها نفسك عادي ودقات قلبك عاديه معناه انت ما حميت شيء. ويا جماعه نقطه مهمه لمارس الرياضه، عشان احرص ان انا ينزل وزني، طبعا كنا نسوي رياضه عشان ينزل وزننا، لازم تحافظون على معدل دقات القلب والتنفس مالكم على الأقل 30 دقيقة متواصلة. شو يعني متواصلة؟ يعني في ناس واديون يقولون دكتور أنا مشتركة في الجيم صار لي 6 أشهر ما نزل وزني. لما نسألهم عن طريقة تمرينهم في الجيم شو يسوون؟ خصوصا البنات، يعني يقولوا الريالي سيسوون هذا عضلات وعندهم مدرب وشي. البنات شو تسوي؟ تركب على تريدميل 10 دقائق، نزلت سولفت راحت ركبت على السيكل 5 دقائق، نزلت ارتاحت شربت ماي راحت ركبت على الجهاز الثاني. هذا يخلي معدل الأيض عندكم ينزل، بالتالي يستوي الحرق عندكم نازل، بالتالي ما ينزل وزنكم. لازم تحافظون، يعني
تلموا على الجهاز على الأقل نص ساعة، بعدين 15 دقيقة ثانية تتنقلون على جهازين آخرين. بس التنطط بين الأجهزة يخلي الحرق ينزل، وانتوا تبون الحرق يتم عالي عشان يبدأ يحرق الدهون ويبدأ تستفيدون وتنزل ينزل عندكم الوزن، والدهون اللي يحرقها الجسم خلال الرياضة تطلع عن طريق التنفس وعن طريق الكلية. فيا جماعة ضروري جدا 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 نفهم الطريقة الصحيحة. وأنا دائما أنصح الناس اللي يبون العمر ما مارسوا رياضة ما يعرفون ويبون يمارسون رياضة، على الأقل خذوا ادفعوا شوي زيادة مع مدرب في النادي تراويكم كيف تسوون الطريقة الصحيحة للتمرين الرياضي أسبوعين، بس تراويكم وين مناطق المشاكل عندكم، شو التمرين الصحيح، شو المدة الصحيحة، وبعد هذا كملوا روحكم. أنت ما عندك خلفية، ما تسوي سيرش، ما عندك حد يدليك، روحك تسوي التمرين كأنك تدفع بيزات بس شيء. والناس شفناهم وايد وين العيادة، دكتورة ممبرشيب أنا عندي من سنة أسيرة كل أسبوع مرتين بس ما اختلف وايد، وزنت يمكن 5 كيلو. فلازم عندك حد يوجهك كيف المفروض تسوي التمرين. فشوي نستثمر في صحتنا بس اسبوع او اسبوعين او ما ادري النوادي تعطي اظن شهر مع مدرب شخصي، وبعد هذا كملوا روحكم تعرفون كيف تمارسون رياضه بشكل صح. شوفوا انا يعني اقول لكم 80% من كلامه خذوه، وال20 20% خذوه مني انا. اوكي قول لنا 20. هذا التكامل في البرنامج يعني. طالما تروحين الجيم ولا تروح الجيم ترى زين، تتنطط على الأجهزة تنطط صح، أنا يعني أقول لا تحتاج مدرب ولا شيء، روح زين على جهاز المشي 10 دقائق لربع ساعة، السيكل 10 دقائق لربع ساعة، الجهاز اللي شو يسمونه هذا الماونتن كلايمر، إيه إيه عارف الجزء، إيه إنزين هذا 10 دقائق لين لربع ساعة صلى الله وبارك، سوي لك شوية بطن شوية ضغط وروح بوشاب يعني، إيه إنزين بوشاب 3 أيام لين 4 أيام في الأسبوع. أوكي. ولا تجلس في البيت ما هي. تسوي شيء ولا تسجل في الجيم وما تروح، هذا يسجلون في الجيم ما يروحون والله حرام، خسارة فلوس على الفاضي إنزين وايدين أعرفهم يسجلون وهذا، والسيكل زين، السيكل الثابت زين، ما زين اذا عندكم استخدموه لا تفرون يعني، لا تقوم نتبرع فيها شو دكتورة ندى قالت استخدموه، بس يعني هو شوف الرياضة بكل حوالها زينة، سواء كان مشي سواء كان سيكل سواء كان تريدميل سواء كان سباحة، الحين الصيف جاي يا جماعة استغلوا السباحة، الرياضة في الماي ممكن تحرق لين 800 سعرة حرارية صح. يعني ممكن تغنيك عن اسبوع كامل رياضة انت تسويها واصاباتها اقل، هي إصابات أقل وتمرن كل عضلات جسمك أسهل، يعني بدل ما أنت يوم تكون على البر أو في النادي لا تمرن إيدك وتمرن ريولك وعضلات بطنك وعضلات ظهرك، في الماء تتمرن كل شيء. وحين بعد في نوادي تعطي الأكوا بايك اللي هو السيكل مال ماي، هذا رائع جدا 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 لحرق السعرات الحرارية، وفي نوادي فقط للنساء بعد، فوايد زين يا بنات سيروا مرتين بس في الأسبوع، حتى من كثر ما هو يعني الحرق فيه عالي يقولكم ممنوع تسوونه أكثر، يعني لازم يكون فاصل بينهم على الأقل 48 ساعة لأن الحرق فيه جدا عالي. فزين اللي البقيش يقول شكرا لكم على هذا البرنامج الإيجابي الهادف والمتميز، فعلا بوجود المبدعين أمثالكم، لا تنسوا الصلاة على أفضل خلق الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. دكتورة حلا. من الآخر زين الحين إذا جيت أبغي هي. أسوي رياضة بس عشان أكل، في وين ناس يسوون وايد ما يعني لو سويت محمود ما بتكون الأول، وايد ناس أبى أكل على راحتي فبسوي رياضة، لا فكرة خاطئة. شوفوا بس في نفس الوقت كيلو اللي أنتوا تبونه ولكن بكميات قليلة، مثلا أنا سوي رياضة عشان أكل مثلا وجبة دياي مقضي كاملة، لا طبعا، لكن سوي رياضة كيلو مثلا ورش دياي شوية بطاط مقلية عن خاطركم وما يكون بشكل متكرر. ترى يا جماعة مو بس الوزن، لاحظوا في دراسات احنا قلناها في صحة وسعادة من قبل ان الإصابة بالأمراض مو مرتبطة بس بالوزن، بمعدل الدهون اللي عندكم في الجسم. يعني انا اسوي رياضة احرق لي 300 سعرة حرارية، اصير اكل وجبة فيها 800 او 700 سعرة حرارية، وهالوجبات المقلية دياي المقلي اللي عليه خبز وما ادري شو، هذه يعني انت قاعد تبني او شيء ضيعت جهد الرياضة، راح الحرق اللي
حركته في الرياضة راح. رقم اثنين الدهون، انت قاعد تجمع دهون مرة اخرى في جسمك، فهذا يعرضك لمشاكل اصابة بامراض الاوردة والقلب والسكر وغيره وغيرها. فحاسبوا من هالفكرة يعني باكل ابا بس بسوي رياضة، هاي فكرة خاطئة. شو سويتين الحين السالفة على السيكل الثابت؟ الكل يسأل مفيد ولا مفيد؟ لا مفيد، توكل على الله. شوفوا كيف غيرت كلامها. لا ما بنصعب على الناس عشان يمكن عندهم سيكل لا يفرونه، تخيل يفرونه يتبرعون يعني فيه. انت بعد مصرة انه هو مش مفيد؟ هو مفيد محمود. يعني تعرف يوم انت تقول مثلا شو افيد رياضه، ما بقول لك السيكل الثابت اول واحد، افيد رياضه بقول لك سباحه ثم المشي في الهواء الطلق ثم الدراجه الهوائيه ثم السيكل الثابت. يعني لو نشوف الافضل رياضات في حرق السعرات الحراريه هكذا. زين ناخذ مداخله من حمده وبنطلع حمدة. بعدها فاصل، تفضلي يا حمده. السلام عليكم. عليكم السلام. ايش حالكم؟ ايش حالك يا حمده؟ شو اخبارك؟ كيف انتم؟ ايش اخباركم؟ شو صحتكم؟ ما شاء الله ما شاء الله عليكم، رياضه وما ادري شو سباحه وسيكل وما ادري وجم ما ادري شو يسمونه هالقرارات. تقول مو مفيد السيكل؟ قلت لا مفيد. والله انا ودي يقولوا لي، حد يقول لي زين، حد يقول لي ما بدل، انا ما كنت ابغى اشتري واحط لي واحد في البيت مع اني انا لو اني امشي واسير واي ساعات اتم امك ياسه ما عندي شغله، اقول خلوني اركض عليه، قالوا لي لا ما ينزل الوزن، شو اسوي؟ بالزين زين السيكل تشوفي الرياضه اللي انت طريتوا السباحه اي العمر كان بين اسبوعين انزين تقريبا اروح البحر. ممتاز. حمدة انت من العين، الحين وين عندكم بحر؟ في العين؟ لا روح غربيه، انا اكل في العين. اي بس 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 ما مولوده في البحر انا. ما شاء الله سنتش سنتش ها. الشبه الغربي هذاك اللي عند براكه، واروح القبه واروح اللفه واروح هذا كله وخلاص خلاص في دودنا. ما شاء الله عليك. وصير ناخذ 3 ايام 4 ايام ناخذ، لكن لما كان يوم اروح السباح اخذ لي ساعه ونص في البحر. ما شاء الله. عشان هاي مشى هناك عاد صبغه عدله. وقعد أسباح 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 أسباح. حين تقولون السباحة حلوة، حين أنا كفينا يا ما أقوم أسير هالأسبوعين مثلا كل أسبوع أسبح وقعد في البحر مثلا ساعة وساعة ونص وقعد أسبح يكفيني عن ما أسوي رياضة أظني. لا وشوفي ما أكيد ما بيكفيك، لكن اللي سوينه صح وزين. لا لا أنا أمك تودن موز البحر. لا تودنين ترى تودنين بس ما يصلح. لا لا لازم اسوي رياضة اسبح، لازم اتعلم ترى. ممتاز. اتعلم السباحة واتعلم الغوص واتعلم كل شيء. هذا وانا في البيت ما شاء الله اشتغل، وفي العزبة امك عصير بعد وامشي وفي البيت ما شاء الله ما اقصر بيتي. ها الحين هذا ما يكفيني انا ولا لازم اني امشي في الشارع بعد؟ لا لا مو لازم. انا ما اروم اسوق سيكل، اسوق سيارة سيكل ما اروم اسوقه. ما نحط لك هالتواير الصغار هذيل مال العسب، عسب التوازن شو يسمونه؟ ايوه ايه هذيل زينات هذيل. يقول واحد سمعي حمده ام ابو تايرين ده بتربح امي حمده سمعي هذا يقول سؤال صريح لكم، هل انتم المذيعين ملتزمين بالرياضه ام لا؟ نعم. ايه لا لا ملتزمين ما شاء عليكم، انا دوم تراني ساعات بعضكم اشوفكم على الشاشه في دبي زين اطالعكم تسوون صح حيل حطيت شو اسمها هي سلامه وسعيد، ليش ما تغيرون الاسامي؟ سلامه وسعيد ومنو تبغين نحط؟ ما ادري بكم، حطوا محمد حطوا حمد واحمد حطوا غيروا شويه. نسوي حمده كله سلامه سلامه. انا اتحدث على بنت اختي اقول اسمك صدعت هنا كل يوم يطلعون لي في التلفزيون يقولوا لي سلامه وسعيد، اقول لها خالص سعيد انت سلامه ما يصير. بنسوي بنسوي شيء جديد، بنسوي حمده وميره ووائل بعد يلا. ايه تو توقف صح زين، هذه الحرمه الكبيره حطوها شويه لا بنحطها وحدتي صغيره فنانه عيونه كبار وهي هي شي ما نسويها زين ما عليه بس لا نحطوني احنا انا ثاني مو طويله وايد لمية و وكم تقريبا 48 48 بعد يعني غير قصير امونها هي. لا بس زين بعد اطول من ندى 58 صح.
الحمد لله. بعت اطول من الدكتوره ندى ما عليك. زين ما نطلع فاصل حمد عاد سامحينا الله يسلمك. لا هذا الساكن الحين الصحن اللي لو اخذته وحطيته في البيت ومشيت عادي امي يخذي. لا بس في بعض الحالات امي حمده ترى السيكل مو بزين حق اللي عندهم الام في الركب عندهم بعض. لا لا امك الالام في الركب تروح منه تخذ هذه وتي هذه تفوز هاي وتي هذه ايش اسوي؟ لا انت ما شاء الله عليك يعني انت تتحركين. لا الحمد لله ما اقول لك ابوي ما تحرك. سمعي ذاك اليوم ما شاء الله اقعد لي يمكن تشوف يمكن ساعتين ثلاث اشتغل في البيت. سمعي الحمده انا جيت اشتريت جوتي حق امي جوتي رياضه كذا قلت له امي ها الممشى هنا حذالنا روح امشي سوي رياضه شويه لان يعني تعرفين اللي يكبر في السن لازم يهتم بموضوع لا المشي. لا لازم بوي لازم زي ما بهني لبست الجوتي هي سمعي لبست الجوتي وسارت مشت شويه في الممشى ولا تحصل خالتي يالسه حاطه قهوه وحاطه سح وتمر ويلسه وهناك ساعتين سوالف وكذا وتجمعوا الحريم وردوا البيت. زين ماشي زين هاي انا بعد ما اعرفها في الشيء هذا انا بعد ما اعرفها في الشيء هذا فمر ما حصل حد اعرفه يا لبيلس ابراهيم ماشي بعدين بقى. ان شاء الله ان شاء الله مشكور يا امي يلا شكرا لك نهارك سعيد. المهم اني اخذ الساكن واحطه اخذي امي اخذي انت عاد انت تقول خذي جهاز المشي يا خيار لك قول ابوي قول لي مشي ام الشارع بركلي لكن انا مشكلتي عاد امك ما داني البس احذيه هاي المشكله. زين الجوتي زين لا 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 الجوتي ليه مشيتي زين ترى احسن لك. لا ما عليك ابوي بحط لي من ذا الزليقات هذين مول بمشي ما قال بمسك المدى مول وبمشي يطول عمرك. مشكور يطول عمرك بس والله حبيت ادردش وياك. الله يطول عمرك ولا تقطعينا وايد انت تصلين في الشهر مره والله يعودكم على رمضان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله العمر والعمل الصالح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اصواتكم عقب العيد ان شاء الله حبيبتي حياك الله. نطلع فاصل ان شاء الله دكتوره نطلع فاصل وبعد الفاصل نتواصل معاكم مستمعينا فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحه وسعاده أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. طيب أرقام التواصل معنا 600551414 والرسائل النصية على 4006 4006. طبعا الآن يعني في عنا سير أعمال منتدى التحول المؤسسي وهي يعني تمثل جولة جديدة لهيئة الصحة بدبي نحو آفاق مستقبلية رحبة. تركز الهيئة في أجندة هذه الجولة على مجموعة من الأعمال المهمة اللي تشتمل على إطلاق استراتيجية الابتكار وإطلاق مبادرة أوتاد إلى جانب يعني ما تتضمنه الأجندة من ورش عمل متخصصة ومناقشات مفتوحة بين الهيئة ومجموعة من المؤسسات السويدية. أجندة المدة فيها حزمة من المبادرات بالغة الأهمية وثرية جدا. فهنالك فريق كامل في المكتب مكتب التحول التنظيمي يقوم بإعداد هذا المنتدى وهو منتدى ربع سنوي. زين يسوونه تقريبا 4 مرات في السنة. نعم. ساعات 5 مرات ساعات 6 مرات على حسب أهمية المواضيع اللي تنطرح. عموما نحن نحاول إن شاء الله في الحلقة القادمة نغطي جزء من هذا المنتدى اللي تستمر أعماله اليوم واحد ويشارك فيه معظم القادة من الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث في هيئة الصحة للاستفادة من هذه المبادرات اللي تنطرح. الحين أنا أبغي أعرف هذا موجه سؤال حق منو ملتزمين بالرياضة أم لا؟ هل أنتوا المذيعين؟ حقي وحقك محمود ما شاء الله يلعب كرة قدم وبعد شو تلعب رياضة محمود عندك سيكل بعد شو عشان يعني ناس تعرف شو الرياضات اللي نحن نمارسها. زي لا أنا لأن سبحان الله تذكرت شخصية كرتونية زي منو شخصية كرتونية لما شفت وائل ذكرني بشخصية كرتونية أقول منو ولا ما لا ما يحتاج لا ما يحتاج. المهم الرياضة جزء كبير منها إنزين يعتمد على يعني
تخليها عادة بالنسبة لك. صح. إذا ما صارت عادة بتكون صعبة لأن بتروح يعني غصبا عليك. إذا حسيت أنه لازم أسوي عشان وما بتستمر وزني بتمل منها. بس لما تدخلها في نظام حياتك أنه هو شيء أنت لازم تسويه ما تروم توقف، يعني لا تقول بس بسوي 3 شهور لما ينزل وزني بتحسك أنه واجب أو التزام. لا، سوى عادي كل يوم، مرتين في الأسبوع، 3 مرات في الأسبوع، تستوي جزء من جدولك اليومي وتسوي أنت مرتاح. وحتى لما تسوون الرياضة يا جماعة وانتم مستانسين ترى تساعدون جسمكم أكثر في حرق الدهون. صح. كيف أحفز الهرمونات اللي تفرز في جسمي وأنا سعيد، بالتالي تحرق لي طاقة أكثر، غير ما أسوي أنا مبوز وزعلان وحس أنا مغصوب وليش أنا أسوي رياضة وليش أنا لازم ما بينزل وزني غير بالرياضة. ساعدوا نفسكم بالطاقة الإيجابية بأنكم تروحون بروح عالية. يقول السيكل الثابت ميزته أنك تتمرن وتشوف مباراة أو مسلسل. هاي مشكلته. تعرف شو يستوي محمود؟ ليش قالوا مو مفيد وايد أو قالوا إن أقل فائدة من السيكل الهوائي؟ لأن الناس تقعد تنشغل قدام المسلسل أو المباراة أو التلفاز وتقعد ما تسوي. اللي ماسك تليفون ويلعب رياضة منو؟ وايدين يدخلون مثلا وتليفون في ديهم ويلعب رياضة. هو هل يمارسه بطريقة صحيحة؟ لا، تحسه بارد شوي، يعني ما تحس فيه حماس. شوفوا الشيء اللي سووه مثل ما تبغونه. زين، تبغي تشوف مسلسل، تبغي تسمع موسيقى، تبغي تسمع قرآن، شو ما تبغي. أنا عندي واحد الشباب يعني وهو يمشي على الجهاز دكتور ولا يركض. زين، ماسك هذا الجهاز مال الاستغفار. والله زين يسوي هذا، ما يشغله ما يشغله، بس مسلسل مباراة والله ما يسوي رياضة بشكل صحيح. في النهاية ما عليه، هي أنت تبغي توصل لي النتيجة اللي أنت يعني تطمح لها. في واحد من الشباب بعد كبير في السن ما شاء الله، يعني الصحة والعافية، في حدود 54-55 سنة. نحن بيزعل عليك بتقول كبير في السن، يعني متوسط. أوكي. العمر. أوكي، متوسط العمر، بس اللي نعرفهم في هذا السن الكرشة مترين. هذا الرجال ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفينا دكتور ماكسيموم تعطينا 30-35 سنة من كثر ما هو فت. يا سلام. شو يسوي؟ يقول أنا عقب صلاة الفجر أطلع ألعب رياضة. أحسن وقت. إنزين، بس شو الرياضة مالته؟ نعم. يا أنه جوكينج، يا أنه طالع بالسيكل، يا أنه يركض، بس رياضة يعني تكون أوتدور. حلو. صرت داوم، ترديت كذا، تغديت، خذت لي 20 دقيقة قيلولة، نشيت، صليت العصر، طلعت جلست شوية ويا الشباب كذا، عقب صلاة المغرب صرت لعبت في الجيم. يا سلام ما شاء الله عليه. ايه زين، خلصت ما بين فترة المغرب والعشاء. ما يعني عندي الساعة هذه بسويها من 45 لين ساعة. يعتمد على الفترة اللي تكون سمونه. خلصت، صرت، رقت، نشيت، هذا النظام اللي أمشي عليه. وايد جميل. يقول السر أني أنا تركت السكر. ترك السكر من أكله يعني؟ من أكله تماما. يقول ما أكل سكريات. والله ممتاز، هذا ساعده أكثر أكيد في نزول وزنه، وأنه أصلا ما يكون عنده كرش يعني، لأن السكر طبعا يترسب عندنا في كجزيئات دهون ويزيوي زيادة الوزن. لا، يقول كان السكر من تركته نشاط في الجسم مش طبيعي. على حسب كلام هاي تجربتي يعني. انزين، خلينا ناخذ عبد العزيز. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. اخ محمود، كيف الحال؟ عساك بخير. عساك على القوه، تفضل يا عبد العزيز. اشكركم على هالبرنامج، والله نشكركم جزيل الشكر. دكتورة ندى، كيف الحال؟ خير الله يسلمك اخوي، حياك، تفضل. الله يسلمك، جزاك الله خير دكتورة ندى. سؤال الله يرحم والديك. انا سويت تحاليل دم، طلع عندي اللحوم الثلاثية قبل 3 أشهر 285. 285 قبل 3 أشهر. قبل 3 أشهر. أعطوني أدوية وحمية وطبختها، الحين سويت تحاليل طلع عندي 180 اللحوم الثلاثية. نعم، 180. ممتاز. بس في سؤال، انا عندي تامين ضمان وقالوا لي انه قال ما تقدر تساوي فيتامين د، تحليل فيتامين د. نعم. قال ما يشمل التامين. نعم. شو السبب يعني اقدر اساوي التحليل الا تحليل فيتامين د؟ شو السبب يعني؟ واني تحليل الضمان اللي عندي كويس يعني اروح على المستشفى مباشره انه هذا، بس ما ادري شو السبب. قالوا لي قال فيتامين د ما يشمل، شو السبب؟
ممكن اخوي ترى التامين احيانا ما يغطي الاشياء الكشف المبكر, يعني مثلا تحليل فيتامين د ما يعتبر علاجي مثل ما يقولون, يعني اتوقع عشان شيء, بس اظن لازم تراجع بوليصه التامين مالتك تشوف شو المشكله, ليش ما بسوين ما يرضون تسوي فيتامين د, اعتقد العلاقه بالتامين نفسه, او شوف شوف العيادات الثانيه اللي ممكن يسووا لك اياها. بس لك انا لان ما المفروض انه التحاليل كلها تستوي. غيرت التأمين, أنا غيروا لي التأمين قبل 6 أشهر سويته, الحين تأمين الجديد ضمان قالوا لي قال ما يشمل. زين. هو عاد تحليل يعني مش المبلغ الغالي. يعني هو شوف أخوي للأمانة فيتامين دال ما يحتاج, ما في دراسة تقول لازم نسوي تحليل فيتامين دال. للجبال الأمانة الطبية وحسب الدراسات مو لازم نسوي تحليل فيتامين دال. إحنا نفترض دائما إن معظم الناس فيتامين دال مالها يكون أصلا غير كافي ولازم يأخذون المكمل الغذائي. إذا إحنا ننصح عشان الواحد بس يطمن بعد ما نعطيه كورس العلاج, ممكن تسويه مرة واحدة فقط في السنة إذا أنت حاب تعرف كم الرقم مالك, ولكن غير هذا ترى إحنا قبل 6 أشهر طلع عندي نقص. خلاص ما تحتاج تعيده, لا تعيده مره ثانيه, خلاص ما يحتاج. خذ فيتامين دال, بس خذ فيتامين دال ما يحتاج تعيده. اذا سويته وعندك نقص اللي فيتامين دال, شو الاغذيه اللي تزود فيتامين دال؟ والله الاكل اخوي منتجات الالبان, بس انا افضل تاخذ مكمل غذائي لان كميه منتجات الالبان نستهلكها ما تكفي. خذ مكمل غذائي عادي امن. يعطون ابر بعد دكتوره؟ في ابر اذا انت حاب تاخذ ابر او تحب تاخذ اذا كان عندك نقص شديد. زين. في حبوب 10,000 15,000 20,000 جرعتها عادي, ممكن تاخذها يوم هي يوم لا, يوم هي يوم لا, او اذا مثلا خذها مال اسبوع كامل او مال اسبوع. في ناس تنسى مثلا او تنشغل. هي ما في مشكله. هي فلا تعيد التحليل, مو لازم مو لازم تعيد التحليل. الله يجزاكم الخير. الله يجزاكم. مشكور يا عبد الله. شكرا على البرنامج. الله يجزاكم الخير. شكرا لك. مشكور. نهارك سعيد. طيب فيتامين د لها قصه دكتوره. هي بعد 3 دقائق عندنا, ما عندنا وايد وقت. بس انت لاحظ قال الدهون الثلاثيه مالته ما شاء الله نزلت بشكل وايد جميل خلال 3 أشهر من 285 ل 180. ها معناه اكل ورياضه صح عشان شي نزل الدهون الثلاثيه. فيتامين د ينزل الوزن بعد يساعد على على, على, على يعني اللي عندهم نقص فيتامين د يلاقون صعوبه في نزول الوزن. هي فبالعكس دكتوره, يعني اعتقد إذا ما كان 90% أعتقد عندنا نقص في فيتامين د, لأن ما نتعرض للأشعة, ما نتعرض للأشعة الشمس, ما ناكل منتجات غنية بفيتامين د بكمية كافية. فخذ المكمل الغذائي خصوصا فيتامين د, لأنه مشكلة مرتبط بالكالسيوم ويعرضكم للهشاشة العظام. أحيانا في شيء يسمونه التهاب فيتامين د, التهاب أو تسمم فيتامين د لو كان وايد عالي. أنا صراحة الكثر ما نوصف المرضى ما حد مر علي غير واحدة وصل عندها 78. احنا المفروض يكون تحت 80. وليش طلع؟ لانه كان معطينا حبه في الاسبوع. زين شو سوت؟ هي ما فهمت على الصيدلاني, قامت تاخذها كل يوم. 50,000 كل يوم لمده 3 أشهر. ويت تتشكى تقول دكتور الصيدلاني مو راضي يعطيني, لانه خلص عنها خلال كم؟ خلال اسبوعين خلص. اقول ليش ما راضي يعطيك؟ تقول خلص فيتامين د مالي. يوم تشوف 50,000 اقول هذا 50,000 مره في الاسبوع؟ تقول قال لك تاخذه كل يوم. فسوينا لها التحليل طلع عندها 78. بس هني في مسوين شغله نحن جميله, مبادره ان شاء الله بنطرحها في القريب العاجل على وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبه لعمليه اخذ الادويه دكتوره. كيف تاخذ الادويه؟ في مبادره جميله مسويتها اداره الصيدله, يعني حتى اللي ما يعرف يقرا ولا يكتب يقدر يفسر الروشتة مالت الطبيب. بتكون صور يعني؟ صور بشكل مرتب, شيء جميل يعني. إن شاء الله بتشوفونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي على DHA_Dubai, DHA_Dubai, سواء في إنستغرام, تويتر, سناب شات, يعني كل وسائل التواصل الاجتماعي بتكون عندنا مثل هذه المبادرات اللي بتطلع, وهذه المبادرة بالتحديد. لأن العملية عملية إنك أنت تفهم كيف تأخذ الدواء. جزء من العلاج. أهم جزء في العلاج. إذا ما تاخذ الطريقة الصحيحة ما تستفيد من الدواء ببساطة. فخصوصا محمود سالفة إنه لازم الدواء, في أدوية مثل دواء الغدة لازم ما يتاخذ مع الأكل. في ناس ما تعرف فتاخذ مع الوجبة. لو المعدة فيها أكل يتعارض مع امتصاص الدواء, بالتالي ما يستفيدون. في أدوية لازم ما تاخذينها مع الحليب. هي بالضبط مع العصير. مع العصير بعد. هي بالضبط. في أدوية لازم تاخذينها قبل الأكل. ايوه على معده خاليه لازم. وفي ادويه لازم تاخذ بعد الاكل. بعد الاكل بالضبط. فهذه امور وايد مهمه, يعني ما يحطوا لك اياها. ساعات الناس يحطون تي كلهم في قلاص واحد كذا ويعطونه ابلع اخلص الدواء مره واحده. هي الورد اليومي مالي.
عموما يعني حلقة جميلة كانت معاكم مستمعينا، إن شاء الله نلتقي في الغد مع مواضيع جديدة. إن شاء الله. حتى ذلك الوقت تقبلوا تحياتنا. كانت معنا في التنسيق ميرا الإخفلي، في الإعداد يوسف سعد، وفي الإخراج والقواسمة كل الشكر لك دكتورة ندى الملة. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.